الميديكال ديفايس اندستري من اكبر الصناعات عالميا، فمن الشارت هنلاقي ان الميديكال ديفايس ماركت سايز يقدر بحوالي 432 بليون دولار في 2020، ومتوقع ان الرقم ده يزيد لحوالي 603 بليون دولار في 2023 ب 6.1 كومباوند انيوال جروث ريت. وزي ما باين في التشارت بعض الكاتيجوريز اللي في الميديكال ديفايس اندستري انا عدي عليها بسرعه. اولا الديسبوسبل ميديكال ديفايسز او السنجل يوز زي الحقنه والميديكال جلوف والتراكيال تيوب وغيرها. بعد كده الاي في دي او ان فيترو دايجنوستيك برودكتس، وهي رياجنس او ادوات او اجهزه بتستخدم في تشخيص الامراض واعراضها زي جهاز تحليل السكر واجهزه تحليل الدم وغيرها. وبعدين عندنا الميديكال سوفت وير، هو اي سوفت وير بيستخدم لدايجنوستيك او ثيرابيوتيك بيربسز سواء كان ستاند الون او امبيدد في اي ميديكال ديفايس. بعد كده جزء المينتنس، وبعديه السمارت ميديكال ديفايسز اللي هي ديفايسز بتبقى متصلة بالانترنت بتساعد على تبادل البيانات بشكل سريع داخل المستشفى او بين الدكتور والمريض. بعد كده عندنا البروستيتكس والأورثوتكس اللي هي الأطراف الصناعية وأجهزة تقويم العظام اللي بتستخدم لتعديل أجزاء من الهيكل العظمي وبعض وظائف الجهاز العصبي. بعد كده عندنا الجزء المتعلق بالدعاية اللي بدأ يبقى فيه إنفاق كبير خصوصا في الجزء الموجه للمستهلكين من شركات زي بوستون ساينتيفيك وديكسكوم وغيرها. بعدين في جزء الإمبلانتس بيتضمن الجزء الدنتا، وأخيرا الهوم ميديكال إكويبمنت وهي أجهزة المتوفرة في معظم البيوت زي السيرمومتر والويل تشير لبعض ذوي الاحتياجات الخاصة. السؤال التاني بيقول name as many devices as you can medical or non-medical which use x-ray tubes and their construction or function. medical devices عندنا الكمبيوتر التوموجرافي احنا طبعا عارفينه، والبورتبل x-ray machines والماموجرافي machines اللي طبعا بتستخدم في كشف عن سرطان الثدي، وفي فلوروسكوبي يونتس والسي ار اكس راي. في النون ميديكال ديفايسز عندنا بارتكل او بروتون انديوزد اكس راي اميشن اللي هم اختصار تعرف باختصار باسم بيكسي. دي بتستخدم لإن إحنا نعرف ال elemental composition بتاع عينة أو substance. ف دي بتستخدم برضه في حكاية اللي إحنا نعرف الأعصاب قطع العصبية وكده، أهو نعرف دي الحاجة ال composition منها إيه في الأصاف وفي حاجة أصلية ولا لأ ولا كده، أو مثلا سفنية ولا كده، وبعد إن هي أصلية وكده يعني. في برضه في الشوز فيتنج فلوسكوبي دي كان بيستخدم من الناس كانت بتعرف، هي كانت بتستخدم زمان وبعد كده الـ FDA عمل لها الاف دي عمل لها اتمنعت بعد كده. ف مش في الاف دي بس، كمان يعني في الدول التانية قالوا يعني ان هي حصل في اويرنس ان الاكس راي ضافة وكده اهو، فاتمنعت بعد كده. دي كانت بتستخدم في ان الواحد كان بيشوف لما بيلبس مثلا كوتشي أو جزمة جديدة، كان مثلا بيشوفوا هل الجزمة أو الكوتش شد على رجله ولا لأ، ولا مثلا في فراغ فمش شد مناسبة ولا لأ. وفي الايربورت سكيورتي لارج سكانرز دي كان برضو ما زالت بتستخدم، وبيشوفوا الشنط والحاجة اللي بيجيبها المسافرين، بيشوفوا هل
هي بتخش في الجهاز وتطلع على الشاشة، بشوف الحاجات اللي فيها عشان لو فيها حاجة كده مثلا خطوات ولا حاجة، حاجة ممنوعة ولا كده. دي ليبل موجودة على بوكس شحن، وواضح فيها سيمبلز كتيرة جدا زي سيمبل السنجل يوز، سيمبل الدونت يوز اف باكج از دامج، والسيمبل بتاع الابر ليميت اوف تمبريتشر، والكيب دراي، واليوز باي، والال او تي، والكاب. في السلايد دي هنتكلم عن شوية سيمبلز بتبقى موجودة على البوكس بتاع الجهاز الطبي. أول سيمبل معانا بتاعة المانيفاكتورر، دي بتبقى رمز المصنع. تاني سيمبل معانا الريف، ودي بتاعة البرودكت نمبر موديل. تالت سيمبل معانا هي الاس ان، ودي البرودكت سيريال نمبر. رابع سيمبل معانا هي ال او تي، ودي بتحدد الباتش كود بتاع المصنع. خامس سيمبل معانا هو اليوز باي، ودي بتحدد العمر الافتراضي للجهاز. سادس سيمبل معانا اللي هي دونت ريوز، ان الجهاز ما استخدمش مرة تانية، استخدم مرة بس. سابع سيمبل معانا هي ليها علاقة بالتعقيم. تامن سيمبل معانا دي بتشير لوجود الكتاب طريقة التشغيل. تاسع سيمبل معانا بتشير إن لازم الاطلاع على الكتاب أثناء عملية التشغيل. عاشر سيمبل معانا بتشير لأن الجهاز لازم يبقى في مكان جاف مفهوش مياه. السيمبل رقم 11 إن ما يتمش استخدام الجهاز في حالة إن في مشكلة في الباكج بتاعته. سيمبل رقم 12 إن الجهاز ما يستخدمش غير في أمريكا بس. سيمبل رقم 13 والرمز الأخير دوت هو بيعبر عن إن الجهاز دوت مفوض في الاتحاد الأوروبي. هنا هنتكلم عن الرمز MDEN 980-2008. هو كود بيعبر عن الستاندر سيمبلز الأوروبية اللي بتستخدم في التعبير عن الأجهزة الطبية بواسطة مصنعي الأجهزة الطبية. هنا هندي رانك للسيمبلز دي من حيث الوضوح. أول سيمبل معانا هي سيمبل دونت ريوز، هنديها 2 علشان هي واضحة. السيمبل بعد كده بتاعت الباتش كود ال ال او تي هديها 8 لان هي مش واضحة وملهاش علاقة قوي بالباتش كود. تالت سيمبل معانا بتاعت الداتا اوف مانيفاكتور هي واضحة، خصوصا هيبقى مكتوب جنبها داتا، فاديناها 4 بس مش واضحة اكتر حاجة. وبعد كده الرمزين التعقيم ادينا لهم 5. وبعد كده الرمز اللي بعديها رمز الكوشن او التحذير ادينا له 2 عشان واضح جدا. وتالت رمز معانا رمز المصنع المانيفاكتور ادينا له 3. وبعد كده الرمز اللي بعديه يكون ال sufficient for tests، ودي اديناها 7 عشان مش واضحة خالص. والرمز اللي بعديه ال in vitro diagnostic medical device، دي اديناها 3 علشان ال VD مكتوبة. وال lower limit of temperature ادينا لها برضه رانك 3 علشان هي واضحة. والكتاب ادينا له 2 عشان هو واضح قوي ان هو بيشير الى وجود كتاب التعليمات. السيمبل اللي بعدها سيمبل الديت، ودي واضحه جدا يعني وقت وبيبقى مكتوب جنبها التاريخ وكده فهتبقى واضحه جدا. والسيمبل اللي بعدها سيريال نمبر، دي برضك واضحه فاديناها 2. استرايل ادينا لها 1 علشان هي يعني الكلمه ذات نفسها لها تعقيم وكده فواضحه جدا. سترايل اور، فهي الاور بس اللي ممكن ما نبقاش عارفينها قوي، فريديشن فادينا لها 5.
الريف اللي هي كاتالوج نمبر هي ملهاش علاقة قوي بالكلمة. سترايل ايه برضك نفس الكلام، ادينا لها 5 عشان سترايل واضحة، بس الايه مش واضحة قوي. الاي سي ريب دي ادينا لها 9 علشان هي مش واضحة خالص. اللي بعديها الفيترو دايجنوستيك برضك دي مش واضحة خالص، يعني مش واضحة. وبعد كده اخر الاور ليميت اوف تمبريتشر دي ادينا لها 3 علشان هي واضحة بس مش واضحة، يعني 3 كويس عليها. والتمبريتشر ليميتيشن ادينا لها 4 لان هي يعني بتبقى زي اللور ليميت اوف تمبريتشر والاوفر ليميت اوف تمبريتشر، فادينا 4. والبيولوجيكال ريسكس دي واضحة جدا فعشان كده ادينا لها 1. ايه اللي ممكن يحصل لو في patients معينة عندهم أمراض قبل كده استخدموا device مفهوش branding اللي بيحذر ال patients دول من ال device ده وان هما مينفعش يستخدموا ال device ده؟ فمثلا ال patients اللي عندهم electrical implants ممكن ال implants بتاعتهم دي تفيل بسبب electrical signal تعمل interfere مع ال implant وتبوظها. أما ال pregnant patients ممكن يحصل لهم إجهاض بسبب الجهاز دوت عشان بيعمل muscle contractions فممكن الحامل تنزل بيبي بالغلط. أما ال patients عندهم acute inflammation أو serious diseases ممكن ال AMS يخلي ال inflammation تزيد أو ال inflammation تتنقل لقلبهم وال disease تتنقل لقلبهم فتعمل لهم مشاكل أكتر، منها ال myocarditis اللي هو disease بيبقى في القلب أو يعني بتبقى فيه بكتيريا في القلب فدي تعمل مشكلة يعني. و sunburnt و burnt patients ممكن يحصلهم swelling و pain زيادة عن ال اسم ايه عن العادي. و ال patients اللي عندهم thrombosis و thrombophlebitis دول اللي عندهم زي تجلط في الدم ده ممكن يخلي التجلطات تترافل يعني تفكها تخليها تترافل للقلب أو للرئة يسبب لهم إنهم يموتوا. والبيشنتس اللي عندهم السكر اللي هو diabetes mellitus ممكن يحصل لهم diabetic shock عشان ال EMS ده بيخلي الجسم يستخدم energy وكده و muscle twitching وكده ف ده ممكن يخليه يحصل لهم shock بسبب الكلام ده. والكانسر ممكن يزود ال spread بتاع الكانسر يخليه spread أسرع. وال neurological diseases ممكن تسوء الحال بتاع اللي عندهم neurological diseases و epilepsy فبس كده. في سؤال 5 اتكلم عن الديفرنس ما بين الـ this definition والـ FDA. في الـ FDA في diagnosis وفي mitigation وفي treatment وفي prevention of disease. أما في this definition في diagnosis وفي prevention بس في monitoring دي زيادة عن الـ FDA، وفي treatment وفي elevation of disease. ده الاختلاف الأول. الاختلاف الثاني في الـ this definition في سوفت وير، اما في الـ FDA مفيش سوفت وير، في انسترومنت وهنا في انسترومنت برضو، وفي هنا في FDA في apparatus، وفي هنا في الـ this definition في apparatus، وفي implement وفي هنا implement، وفي machine وفي machine، وفي appliance وفي هنا في برضو appliance. ده الاختلاف التاني اللي هنا ان في this definition في سوفت وير اما في ال FDA مفيش سوفت وير. الاختلاف التالت هنا في ال FDA البرايمري بتاعهم بيبقى بالكيميكال اكشن، اما في ال this definition بيكون بالبارماكولوجي فارماتولوجيال او ميتابوليك. يبقى في ال FDA الاختلاف ان هو بيبقى عبارة عن البرايمري بتاعهم بيبقى كيميكال اكشن، اما في this definition بيكون فارماكولوجيكال او ميتابوليك. طيب احنا نتكلم عن الكونترنج مانيفاكتشرينج. دي مرحلة من المراحل بتهمنا جدا في الجزء الكلينيكال انجينيرينج. ليه؟ لان احنا اتكلمنا قبل كده على ان احنا بنمر بمراحل كتير عشان نبني منشأة ونجهزها
من ان احنا نبدأ الرسم التخطيطي بتاعها، بعد كده بنفذ المستشفى ذات نفسها، بعد كده ببتدي ديزاين الميديكال ديفايسز، وده بيندرج تحتيه الكونتراكت مانيفاكتشرنج شويه، لان يعني هي تقريبا عمليه شبيهه باللي بيحصل ده بالظبط. نقدر نسميه كونتراكت مانيفاكتشرنج، هو ان لما نبتدي نتفق على الخطوط العريضه مثلا لبرودكت معين، ونتفق على تنفيذه مثلا لشركه خلال فتره زمنيه معينه طبعا. ده يعتبر ديفينيشن مختصر وبسيط للكونتراكت مانيفاكتشرنج، واللي بيه ممكن مثلا من خلاله بننتج قطع مهمة، وبعد كده بنفكر لو هنبيعها مثلا لأجنسيز أو لمستشفيات، أو عموما بيبقى بزنس يعني.